سيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشوة أحلام. في حكواتنا ملامح ذاتنا، سيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية تبقى رواية في ضشوة أحلام. فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم thank you.
كيف حالك يا شباب؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، بارك الله فيك، الله يسلمك. استاذ خليل، الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، ما شاء الله ما شاء الله، الله يسلمك، الله يسلمك، وانا انا انا حبيبي انا وبنا حبيبي انا يا قرشي انا انا وبنا حبيبي انا ووب عليك انت ولا ووب علي انا الولد ومرتحت في شنو استاذ خليل استاذ خليل مالك ما بتعرفه استاذ خليل ما درسك وعلمك خليل مش كان قالوا زمان جابه تاني جا ضيف على الحله وابوك قال لك جيب الحمل وتعليه في ديوان مضوي برا خليل برا حبيبي انا انا حبيبي انا 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 حبيبي انا 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 حبيبي انا لا لا استاذ خليل ضيفي انا قلت لكم لا 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 ضيفي انا لا انا اسوي الضيف ضيفي في بيتي ولا عندكم كلام ثاني هوي 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 انتوا الثلاثه ما يمش معاكم ده ضيفي انا دي انا بنزل في ميز المعلمين ثم ثاني يا جماعه انا ما ضيف انا عايش بيناتكم 7 سنين كل الناس هنا اهلي كلكم اخواني لكن انا حلفت علي ادايرني يجيني في ميز المعلمين المساواة في الظلم عدل ورأي أستاذ خليل عين العقل مالي هاي أستاذ خليل هاي ولدك وين وحيد ومش وحيد وما عندي غيره عود ولزيته في النار وين؟ في درب المعايش غلبتنا بطوننا فزع في درب المعايش فيش أنا سكت الجوع تمشي مدني حسي وتجيب لي الولد وتسلميني له في يدي لكن يا أستاذ ما لكن ولا أي شيء أمشي جيب الولد المسكين بجيبه بالحيل خليل انا رحت فطع على المكتب فتحته ليك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يا سلام كل يوم مع الصباح انا افتح المكتب ده بتذكرك تقولك يا ولد هوي اسماعيل ودي سبورة سنة تالتة يا ولد وين المشاورة يا استاذ دق الجرس يا سلام ومين ما نقلوك
مدرسة بقت مسيخة وأنا ذاتي مما نقلوك المدرسة خليتها. المدرسة ما بتمسخ يا إسماعيل، المدرسة ملح طعام الحياة، وكان فات خليل المدارس ممكن تجيب ألف خليل. شوف الذكريات دي. إسماعيل أنا عندي دفتر. الدفتر؟ الأزرق؟ أي أي إن شاء الله ألقاه. بتلقى إن شاء الله ما بقول. إن شاء الله. إن شاء الله. تكتشف تلقى بإذن الله. يا الله. بالله علمها لك. علمها لك بتلقاها. ما شاء الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله الحمد لله 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 الحمد درس خصوصي؟ اي سامع كامل كامل خليك جولك قول عندك دوام؟ اكتب عندك 1642 في 5792 في الكم؟ 9,510,464 تمام. طيب 313 في 464 145,232 تمام. طيب 579 في 905 523,995 برافو تمام شاطر الله يخليك يا ابني. أيو 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 يا عبد الحران ويا زينب الولد هدي من الله ومن نعم الإله نجابة الأبناء حقيقة ده مش لكم انتو ولا للغرياء ولا للمدينة ولا للسودان ده للعالم أجمع ربنا يحفظه. بيت يا امي حبابك يا ولدي تفضلي اريدك انت يا ولدي يا قمر السما اللي بتضوي اللي ايدك تجيب وتسوي الله يبارك فيك الله يديك العافيه يا حاج ابوي كيف قيلتها الحمد لله رب العالمين تفضل مصاريفك الله يصرف عنك كل بلوى يا ولدي كامل نعم يا ابوي عمك حاج مضوي ده دار لي برميل مويه عليك الله وديه الليو يا حاج الولد قومت من دغش الرحمن وليه هسي ما في لقمه دخلت بطنه خليه ياكل لي حاجه وبعدين يمشي خلاص خلاص يا كامل وكلك لقيمه كدي ووديه الليو باقي طالبنا قريشات كدي ما قادرين عليها حاضر يا ابوي هسا وديه الليو اتفضلوا شربوا المويه ما شارب
أنا غاير ما زاير. أسوي شنو في الدنيا دي بس؟ أسوي شنو؟ ولدي وحيد ومش هيحيد، والدنيا كشرت أنيابة فينا. علي ليه سبت المدرسة؟ عشان أساعد أمي. لو عايز تساعد أمك ساعدها بالقراية، لأنك أنت دكتور، أنت مهندس، أزيك مبيع الموية في السوق. أيوة. على وين؟ علي راح معي. ماشي وين؟ على الخير. على وين؟ مرحب مرحب. أهلاً أهلاً أهلاً. مرحب بك مرحب بك. زي الحال؟ كيف حالك؟ مرحب بك والله لما تتكفى. مرحب مرحب بحاج مضوي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. مرحبا. حاج مضوي ده ما عشان قدامه جبل. يا اسماعيل هاي نحن طولنا عليك وتعبناك. لا 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 تعبك راح يا أستاذ. أمشي أمشي، أنا خليت باب الفاتح. كويس كويس. تفضل 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 تفضل. يزيد فضلك. حاج مضوي أنا جايب لك هدية مقبولة بشروط ما تردني. أشرط؟ أنت صوتك الجبل ما بيرد. الولد ده فهمتك قبلته، عيوننا كانت مرمودة نسيناه. دي مسؤوليتنا كلنا، والناس هنا ما شاء الله قلوبها مع بعض وقلوبها فاتحة على بعض متماسكين، يعني ما في زول بيقع في النص. لومك علي، عامله زي ولدي. خلينا نقول الحقيقة، ده ما زي ولدك، ده الأول وبيتفوق، ولدك الأربعة وثلاثين. سمح، المطلوب مني شنو؟ غلبتني؟ ده محتاج مدرسة خاصة، سكن خاص، تغذية خاصة، وعناية خاصة، وبعيد من الحلة، وما يشعر بأي زول بيصرف عليه. أبشر. لو ما قادر عليه، قول ما قادر. أفو، أمي قدرت على الجنس دي؟ بقدر على شنو تاني؟ أعهدك عهد رجال، عهد حد الموت. اللي بيحصل ده ما ممكن، ما معتمل. أستاذ خليل؟ أستاذ خليل ازيك يا أستاذ؟ شو قدامي البيت؟ العربية سيبها وامشي قدام البيت وانتظرني في الديوان مع أبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد مالك في شنو؟ أستاذ خليل. أستاذ خليل ماله؟ شافني أبوي. شافك وين؟ جاي علي ناسي. هاي عليك الله. شوف لي جلابية كويسة كده نظيفة و... سمع سمع. ربك يستر الليلة، ربك يستر. تفضل استاذ تفضل. شكرا. اخبارك شنو يا ورشي؟ والله يا هو وصلت لوين يعني؟ غايته. لا الدنيا عملت معك شنو يعني؟ والله يا هو بندقش. و قديمة وهيبة جديدة ولا بتغني ولا شنو؟ والله هو دندنة وتكسير زمن. دندنة وتكسير زمن؟ ما في حاجة يا أستاذ خليل، بس الدنيا كلام فاضي. كلام فاضي؟ ليه يا أخي؟ ليه؟
استاذ خليل كيف احوالك؟ عبد الله حران الله يديك العافيه ان شاء الله. الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. وين الولد؟ وين زينب؟ قرشي نعم نادي امك واخوك. حاضر قرشي. نعم وانت تجي معهم. حاضر تفضل 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 يا استاذ. الله يكرمك تفضل. الله يكرمك. امرها اهلا يا حاج الما محتاج. انت بك تعالي يمرق من المدرسه ما بتكلمني ليه؟ بركه فيك انت يا حاج مضوي. الحله دي كلها ضوي لياليه. هو يا مره ما تتمسخري علي. علي يا ولدي كم مره حاج مضوي ده اجرك فيش عشان تنقل طوب وتير الزراعه؟ كثير والله ما شفتك. ما انت ما بتشوف عشان راسك فوق. لو ما استاذ خليل ما كان عيدتك طلعت من المدرسة. العيد والمرض الشديد ما بدخلك بيتنا. خلاص من أسه ولي قدام ها؟ المضى مضى وإن شاء الله تلوميني تشكرين عليه. ومن الليلة ومن الليلة نفقتك ونفقت ولدك علي أنا. جيت لي أنا بأستاذ خليل فرز دمور الخيل. برميل الموية بكم يا كامل؟ باثنين جنيه يا أستاذ خليل. اثنين جنيه تذكر الورقة دي؟ ما ذكرتها؟ طيب 1642 في 5792 في الكم؟ نسيت؟ لو انت نسيت انا ما نسيت. بالظروف يا استاذ خليل ابوي كان عيان واحتاج لعمليه وانا طلعت عشان اساعده. دي جريمه يا عبد الله حران رغم انه في شكلها ما فيها حاجه لكن في جوهره قتل عمد. تشهد علي بطني دي بطني ما شبعت دي كم عمليه عملناها ليها وكم مليون صرفناين عليها بالشحده وبالصدقه وبالدين. ادينا البهين الرجال يا استاذ. يعني عشان تعيش انت يموت هو؟ ايدي اليمين وقعت عليها وانكسرت. زينب قولي حاجه. هو بقى القول عليه زينب؟ زينب اللي بيسمع كلامه منه. وين عهد الرجال يا عبد الله؟ ولا نسيت؟ ما نسيت. يا ريت تكون نسيت، يا ريت. المزلة تهون. لكن أنا داري أذكرك الكلام اللي قلته بالحرف. أنا عايز أقول لك حاجة يا عبد الله حران يا زينب إبراهيم. أنا مريت في المدارس دي يعني كل المدارس 40 سنة مدرسة مدرسة غرية غرية مدينة مدينة ما لقيت زي ولدكم. ما لقيت زي ولدكم دي. نجيب مطيع حصيف زي هذا الابن. الله يحفظه ويخليه لنا. أذكركم من نعم الإله نجابة الأبناء. الله 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 يستر علينا وعليكم. كامل ده ما حقكم. كامل ده ود البلد كله ود السودان ود الوطن العربي ود العالم الإسلامي لأنه الود ده جينيوس. Genius. Do you know what the meaning of the word genius? نابغة. ود النابغة. إذا ما قادر عليه أنا بقدر عليه. عهدك. عهدك عهد رجال. أفديه بروحي وموت فيه والموت الأحمر. عهدي مسؤول يا حرام. مفديه. مفدي التب وموت عشانه. إذا ما قادر عليه خلي لي أنا. بقدمه للعالم أينشتاين. ثاني نيوتن آخر. علي القسم أربيه وعلمه وأوهبه للعلم نفقة. في ذمة الباري يا علي إن غبت من عيني ما بتغيب من قلبي. يا ولية ما تخلي الولد يشوف مستقبله. وحيد ومش وحيد إلا بصبر على فراقه. يا ولية
ما تخلينا من محنة كتبة الألمان دي. علي أمرك بقى وراي. علي وضحتك الله، الله يحفظك. خلاص يا سيد أمك، ماشي سايبة البيت. خلا شمسنا غابت وراك وقابلنا السهر والجوع. أسكتي يا مرأة أسكتي. كامل ضربه مرك، كامل بقى لا ولدي ولا ولدك. نحن إن شاء الله نلدل. سوقني معاك، سوقني معاك يا توب غتاي. مخليني لشنو؟ للشقة والشماتة. خلاص يا مرأة خلاص. أمرك يا ولدي الحق أستاذك، أمرك. السلام. 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 شد حيلك. شد حيلك. شد حيلك. ربيان. حيلك. أنا أكون الله. أنا سالحلة هوي اسمعوا. البينة شريفة. كامل ولدي ده. كشيته وما عشيته. زمزمته وما لزمته. سرقته. أكلت عرقه. الحق حصحص، الحق حصحص. النصيحة دي ينقول كلها ينخليها. ربنا سبحانه وتعالى أدانا كل شيء، أدانا العسل زيد نخل، أدانا البيضاء سودناها. أستاذ خليل كامل ولدي هدية، أقبل. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا انكم كلكم اخواني، والمرء غليل بنفسه كثير بالاخوان. ثم انا ما احرص منكم على اولادكم، لكن مهنتي وعين المربي بيشوف ابعد من عين الوالد. انا عايز اقول انه علي وكامل ديل ما اولادكم براكم، ديل كوكبين. والكوكب إذا ما خدتوه في مساره بيتحطم وبحطم غيره. فأنا أعهدكم عهدي مسؤول، عهدي أمام الله، إنه الكوكبين ديل أوصلهم لمسارهم وينوروا الدنيا كلها. زينب يا زينب تعال على ولدك ده. ولدي وينه؟ ولدي ما كامل، قلحتوه مني وخليته نفسي هايمة وروحي صايمة. وده النايم ده ودمنه المساهر بلا غرض ونايم بلا مرض دمنه. خلاص الليلة بيقى ولدي صحي صحي. وتركة الصلاح ولدة الفلاح، واخي بدقنك الزرعت وما حصدته. صحيو النوام ما كساب. لا 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 والله خايفه مد ايدي عليه ويقوم يكسر لي. خلاص خليه. ابقي مارقه يا وليه، السيف ما بيسطع ما بيقطع. اها خلاص بقعد علي انا. ارحى وليه، ايد على ايد تجدع بعيد. بقعد علي ايدي انا، عليك الله عايل لي. مرسومه حنا ما ملانا محنه. كفاية علي، كفاية علي لقطق العقارب ونقل الشوق وشغل البيت. هي زينة فضل فيها شي يا ناس؟ حرام عليكم حرام. يا مرة هي لم عيونك ديل عليك ونقطيني بالسكات. خلاص الليلة بقيت لعلاعة ولساني طويل. قوم عليه ولدك ده.
صبي يجر التمساح من البحر، وكان ضرب الجبل يسوي فيه خلل. الخلل فينا أنا، الوليد وما ربيت. أم علي خلعتني يا سماعين، مالك ما بديت تدعي علي ولدي؟ ما خلاص القلب رقد والجوف برد. اها دي حواشتك؟ اللي عنده ظهر ما بينجلد في بطنه. كان دي حواشتي كان نفسي كاشة. ولدك دخله مدرسة نموذجية، واستاذ خليل كتر خيره، ما خلى ولد شاطر ما لماه. قلت لي البزرع صندل بحسد صندل. أمسك. لا 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 مري أمسكي ما تقولي حاجة. لا 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 إن حقاتك لمين عليك، وكان صدقة ما باكل ذنوب الناس. الناس بالناس، وكتر خير خليل الخلانا نفقد الناس، احتبرين دين وسددين بعدين. كتر خير خليل الصحانة من النوم، ناويني جاي. الله حران عوافي. أهلاً 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 حباب شيخ مضوي، كيف أخبارك؟ قالوا نزرع البورة نلبس له دبورة. إلا حواشتك دي ما لم يقششها. الليدة الوحدة ما بتصفق. الولاد وين؟ الأولاد قمري وفكوا فيه طلقة وطاروا، واللي عنده عقل وعين بيعرف ضرب مصلحته وين. ما كانت أقول أنا دركان، كان جيناك وضربنا الروراي وعصرية واحدة علي الطلاق نسوالك زي المسيد. كل زول فيته ولا حاج مضوي، وكل زول شايف روحه زين. هوي هوي لم أولادك وهلا هلا على بلادك. السلام. تقصك شنو يا ولد؟ في شنو؟ الرجال في الشغل وانت قاعد في البيت. شغل وين؟ الزراعة، اللحن الرتيب، الأغنية اليتيمة، الحواشة الحواشة الحواشة. الحواشة ماله؟ تزرع السنين دي كلها، وريني سويته شنو. تعال نوريك سوينا شنو. يا حسن. هيا ريس. في مرة عاوزاك. تزرعنا أنا؟ هاي. وين؟ برا. أمي؟ تذكرني ولا نسيتني؟ زيك حاجة. الحججني فيكم منو؟ ما أنا بطني باردة مولدتك. سلمي أنا ما أدي لك إيدي. 6 شهور يا حسن لا تحين لا قلبك يريد. سلمي. لم إيدك عليك، سرح راسك. أنا ما جاية عشمانة فيك، أنا مرسالة أبوك قال لك تعال. الشغل يا أمي. تبيع عرقك للرجال؟ عرقك ده أكان سقيت به وأطاطك كنت حصدت صندل. يا حاجة أنا شغال والإجازة قريبة. تمشي معايا الحجل بالرجل، والله ما أفوتك وراي. يا نمشي سوا يا نقعد سوا. خلاص خلاص. يا حاج مضوي الحواشات دي نحن بنزرع فيها من سنة كم؟
انا لحد مضوي الارض دي بخيله ما بتنتي. تعال شوفوا بعينكم واسمعوا بنضيفكم. عواف يا بنية. الله يعافيك. اهلا وسهلا. تفضل. ويسا. الحمد لله. تفضل. من وين انت يا بنية؟ انا اصلا ما من هي، انا غريبة. وجابك هنا شنو؟ جابني العمل، اجرت هنا. ما شاء الله الزراعة جايبة. الحمد لله. الواطة دي بتعرفوها؟ لا. وانت يا حسن؟ لا. دي الواطة زميتوها قلتوا بتنتج وقلتوا بخيلة. الواطة دي اجرتها من ايه يا بنية؟ من عبد الله حران. عبد الله حران بتعرفوه ولا ما بتعرفوا ابوكم؟ أها أخبار علي ولادك شنو؟ والله الحمد لله كويس، إلا وقت ساقوه بقيت أرغي مثل البعير في السوق. كور علي يا بنت أمي، لكن ما ساقوه ليه خير وخيرنا، إن شاء الله ربنا يسهل عليه وعلينا. الحمد لله، ترى هو ضرب تلفون قال أنا بخير. إن شاء الله ربنا يديم عليه الخير. على وين؟ راجع شغلي. راجع المحصرة تاني؟ أسوي شنو؟ الزراعة. الزراعة جابت لنا شنو؟ ما تجي نجرب السنة دي؟ لا لا يا أخوي، أنا بتاع تجاري. بس أنا عجبتني ندى. هاي ما أنت حساس وفنان، كيف ما تعجبك ندى؟ أنا 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 وبنا سميري أنا 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 أمشي على محصرتك. أمي هاي حالات الليلة طراني وقال أمي أهافشني يا ولادي. دار أقول شنو؟ أهقول إنت ناس الماجرين الحواشي حقتنا ديل. من وين؟ فلاح من بلد الصلاح. آه لا خلاص خلاص. تعرف أنا اللي عاجبني في غريتكم دي روح الجماعة والنفير. أنت مش صحي النايم يا أستاذ. أنا جاي اليوم نفير، وأعتقد إنه اليوم ده يستاهل حران. حران محتاج ليوم ولا يومين في النفير. خلاص أنا بكرة بضرب الروراي. بكرة الروراي علي أنا. تملى الكون بإشراقاتك. وصافي
انت مع النفير؟ قالوا يد عليه تقدع بعيد. اسمك من يا بنية؟ ندى. بيت منو؟ بيت المية والواطة. حكايتك شنو مع الزراعة؟ دلنا على أستاذ خليل وهو الأجر لي الواطة دي، وبما عارفه أنا اشتغلت هنا، والحمد لله بعد ما شقيت لقيت. عايز أقول شنو؟ اشتغل اشتغل، الكسل ما بجيب عسل. يعني البشقة بلقى؟ ما في زول شقة ما لقى. هيها الناس فاتونا. والحسرة تروح تروح.